المهم الخوت كما كتشوفوا هي فولكا باغا تنزل على التكاير ديالها تبارك الله. المهم شوف الدراري بالرجوله تلاقى واحد جوج كليبات اللي الدم ديال بصح العوريه علقتو خليتهم كيسينو في بلايصهم قريب تقداو الحق هذا من البلاي ستور ما كاين لا لاقا لا والو كيتاندو في الخاوي كلهم باغي الخاوي. واش الدراري معكم عمار الساري فيديو جديد. السيمانه اللي فاتت فيديو وسط السيمانه فيديو واليوم فيديو كما قلت لكم الخوت غير بينوا لي غادي نبين لكم دابا ما كاين هالفيديوهات وشي حاجه اللي سبيسيال ديال بصح. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم شوفوا الكليبات ناعسه كامل هذه هي المؤكده فيهم ولكن باينه فيها الناس. شوف ماركوس كي داير كي جبار تيكون امتحان الخوت يا البلان وشوف مريزقه في الناس وينجي نقول لكم ينجي غنلقاو ناس لداخل ياك واحد حيت سديت عليها قبيله قبيله بغات تدبز ليا مع مريزقه لا فايقه 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 خليها فايقه. المهم الخوت بالنسبه لهذوك الكليبات ديال لي بولدوغ راه سميت كامل تقريبا من الاختيار ديالكم الا مريزيقه انا اللي سميتها صراحه ماشي انا اللي سميتها الوالد اللي سماتها دونك كل واحد كندير له خاطر الوالد درنا لها خاطرها نتوما في كراميل درنا لكم خاطركم في ناركوس سماتو راني درنا لها خاطرها دونك هذا الفيديو خاصكم تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر باش ديروا لي خاطري ولكن بشرط هو دابا تنزلوا ديروا واحد جيم وكومونتير وتقولوا لي شنو بغيتوا ندير لكم في الفيديوهات الجايين. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم الفيديو هذا داير كامل على فولكا. فولكا كما كتعرفوا كاملا منكم كتبغيوها ومؤخرا كاملا منكم كيسولوني على فولكا. دونك الخوت في الفيديو هذا قررت ندير لكم فيديو سبيسيال كامل على فولكا. اي لا راه داكشي علاش الخوت كتلقاوني اغلبيه ديال الاوقات كنفرق انجي مع مريزيق هاد الجوج هادو ما كيتحاملوش ما عرفتش علاش ولكن ان شاء الله غادي نخدم واحد الفيديو اللي غيكون زويون وغنوريكم كيفاش غادي نصالحهم وغنوريكم كيفاش تخدموا جوج كليبات عندكم في نفس المشكل. كما قلت لكم الخوت هاد النهار هذا غادي نكوبلي فيه فولكا داكشي علاش كان خاصني نصبر عليها حتى تنشف وكان خاصني نقلب ليها على شي ذكر اللي يكون واعر ديال بصح وبطبيعه الحال الخوت لقيت ليها واحد ذكر اللي واعر ديال بصح هو اللي غادي نكوبليو معاه اليوم هو اللي غادي نجيبو لكم هو اللي غادي تشوفوه ذكر الخوت سميتو الصاو الصاو اللي غادي نحاول نوريه لكم دابا بما وصل عندي للدار ونصوروا لكم عاوتاني بلا ما تلومني راه داكشي اللي فراسي غادي نديرو ما غرجعش خطوه طلور باش ما نعاودش من الزيرو دون بليمي بليمي دون بليمي 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 علقتو خليتهم كيسينو في بلايصهم قريب تقداو الحق هذا من البلاي ستور ما كاين لا لاقا لا والو كيتاندو في الخاوي كلهم باغي الخالص وانا كاع ما على باليش يا ايا ماما باش نعاود لهم كازي لا ماما. المهم اخوت كما كتشوفوا ها هو الصاو ذكر تبارك الله اللهم بارك عصي سي بلاصتو تبارك الله الخوت كما كيبان لكم شي حاجه اللهم بارك شربينا الزغبه الحمراء دراري واحد اللقطه ديال التعارف اين فوق طلعت الكلب هي تنقزت فولكا طلعت فوق شاي تبارك الله دراري بالرجل قول لي كتجيكم فولكا اي شو بغات تنقز لك بلاصتك شيء
كما كتشوفوا الخوت كليب تبارك الله. شوف شوف غنقول لكم واحد الحاجه باش نبقاو انا وياكم زوينين. ما نقول لكم على هذا الكلب والو، خليوا لي في لي كومونتير نتوما قولوا لي واش عجبكم هذا الكلب هذا ولا لا. المهم باش ما نطولش عليكم نحاولوا نهبطوا لفولكا ونشوفوا رده الفعل ديال فولكا مع الذكر ديالها اللي هو هذا الصاو، وديك الساعه نكوبليو وديك الساعه نهضروا شويه. دراري كيبان لكم واحد البلان باش تعرفوا كليب تبارك الله كاركتير زوينه ديال بصح كاركتير توب، انه خرجت معاه بلوبجي شديت له لوبجي باغي نخدم معاه، واخا هكاك ما تسوقش ليا بحال كنقول له قمعني كيعرف غير مولاه. ما علينا صافي الكلب ما بغاش يلعب معايا، جبناه يخدم نهبطوا له يخدم ماشي مشكل. فولكا اجي لهنا اجي. المهم الخوت كما كتشوفوا ها هي فولكا بغات تنزل على الدكاير ديالها تبارك الله. المهم شوف الدراري بالرجوع تلاقى واحد جوج كليبات اللي الدم ديال بصح الوعوريه الوعوريه كاين لاش ندوي انا. الله مبارك اخي، الله مبارك. ها شنو شنو اخي، الله يبارك الخير، الله يبارك الخير. طعم الخوت جوج كليبات داوين على راسهم والله ما ندوي عليهم شي حاجه انا. يلاه برك برك تبارك الله. المهم الخوت كنبغي نقدم لكم الصاو شي كلمه للناس اللي كيتفرجوا. شوف غنقول كلمه جوج كلمات وغنحرق تعاد الفيديو. الله يدير الخير كلاب، الله يبارك اخي الكلاب داوي على راسهم كلاب هما اللي دايرين هذا الفيديو. صافي سالينا صافي الله يدير الخير. انا كلشي كلشي باهي كما قال لك عبد الجليل. تفرج 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 اخي، عطيه بنادم يتفرج. الخوت غير باش تعرفوا واحد الحاجه، فاش شي واحد كيبغي يكوب لي شي كلبه ديالو ولا شي لعيبه، من الاحسن تفاداو انك تكوب لي بالشدان او تشد الكلبه وتبزز عليها. ديما خلي الكليبات في الاول يلعبوا ويتعارفوا ويتساجموا، يعني يعرفوا بعضياتهم، ديك الساعه غتكوب لو بخاطرهم. والكوب لومو ديال بالزربه داكشي شنو نقول لكم الخوت. اصلا سي عبد الجليل جاب لنا الكلب حار فولكا واجده، الكلب ناضي الله مبارك. دونك الخوت واحد اللقطه، شوف ما بغيتش ما كنبغيش نبين لكم بزاف على حساب كوبي رايت ديال يوتيوب. دونك هاد اللقطه خصنا نقلبوهم، قصدت لكم الخوت خاصهم يتقلبوا، دونك خاصهم يتلاصقوا بحال هكا هادشي اللي قصدت. عبد الجليل اللي بغى يكوب لي مرحبا اخي عمر للراس والعين مرحبا. كلشي ديال الله اخي مرحبا. انستغرام انستغرام تيك توك اللي بغيتو مرحبا كلشي كاين. كلب شوف كلب الله مبارك اخي. شوف قبل ما يقول لكم هو كلب الله مبارك نقول لكم كلب الله مبارك انا عاد نقلبوا عليه هو. شوف واش كتثقوا فيا ولا ما كتثقوش فيا؟ سلا داوي على راسها عاود عاود قول لهم ديك العيب. سلا داوي على راسها ما نهضروش. الله يدير الخير الله يدير الخير الله يدير الخير. اللهم بارك. انا تعجبني فولكا اللي كتشي وما في احسن كلبه في المغرب هذه. شوف شهاده ديال الحق الحق اخي. خليني نهضر بزاف. قول الدراري قول الدراري الصاوم منين خديتي؟ وايلي كلشي عارفه السلعه ديال عمر من السر اللي عندي في الدار كامل. دراري عارف ديك اللعيبه ديال كما تنقولوا تحتاج عبد الجليل فوكاش بعث لك الكلب؟ هذا برا عامين وصر عامين وصر او احتاجيتو لقيت كلب مليح. اللهم بارك. فهمتو سلعتو كاو جالس باينه السلعه كتحتاج كتلقاها كيما تيقول لك المليح ما كينفع في الدماغ. اه بحالك المهم راه فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم الدراري. باغي كليبات نقايه راه معروف عندنا، باغي كليبات يلا احسن العوان راه معروف عندنا. السلعه ديال 1500 درهم ما عندناش ما عندناش تكون شي طيب ولكن عندنا الكاليتي. عندنا الكاليتي لا كاليتي كي باغ لا كاليتي كي باغ. تفرقت هما الخوت دابا حاليا يلا تفرقوا الكلاب. ها هما ها هو الصاو. وبالنسبه لفولكا الخوت من بعد ما تكوبلاو وتفارقوا شديت فولكا مشيتها واحد شويه وطلعتها لبلاصتها حيدت ليها الماء وسديت عليها. هذه احسن طريقه او احسن عاده تقدر ديرها من بعد الكوبلوم. ولكن شوف خوش بالرجوله
ديما تندوي معاكم يعني لوجيك. هادشي الخوت بالرجوله ما كيبارطاجيش معاكم اي واحد. هذا فيديو كتعطى بالفلوس وقسما بالرب الخوت كاين بزاف ديال الناس ما غايوريكمش هادشي فابور، وانا غنوري لكم شين وحده شدير هادشي. يلا والو ما تلقاش المهم الخوت كما قلت لكم هادشي راه لا اله الا الله قولوا تبارك الله. شي زوينه الدراري هاد لا اله الا الله قولوا تبارك الله. المهم الخوت بحال هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما تنساوش واحد جيم وكومونتير باش ديما تبقاو توصلوا بالجديد، وقولوا تبارك الله وباش يسخر فيهم الله باش الفيديو ديال الاولادهم بارطاجيه معكم تاهم. يلا الخوت كان معكم عمر مساري ان شاء الله. المهم قبل ما ننسى الخوت، بالنسبه للعشاق ديال الكره كاين واحد الماتش واعر ديال بوكا جينيور واندوسيفي، جوج فرق ديال الدور الارجنتيني، غيكون واحد الماتش حار ديال بصح حيت بجوجهم غادي يلعبوا على الصداره. دخل صوت دابا اش كتسنى، تقدر تربح 130 ديال الاورو من خلال ليا اللي غنخلي لك كود برومو لها. فراسي غادي نديرو ما غرجعش خطوه اللور باش ما نعاودش من الزيرو. دون بلايمي بلايمي